تحدث بعد أن أقرت الموازنة، يعني ما هي التحديات التي تنتظر حكومة السودان، وخصوصا أنها أعلنت يعني مسبقا أنها أقرت الموازنة وهناك حملة إعمار كبرى خصصت من ضمن الموازنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم وأشكركم على هذه الفرصة. الحقيقة الشيء المهم جدا أعتقد يعني باعتقادي المتواضع هو كيفية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. الاستقرار الاقتصادي هو بمعنى كيفية الحفاظ على سعر صرف مناسب للدينار العراقي أمام الدولار، ونحن نواجه هذا العجز الكبير الموجود في الموازنة. من جهة أخرى أيضا أنه هذه المشاريع الضخمة والطموحة التي أقرتها الحكومة كلها تتطلب تمويلا كافيا، وهذا مقرون بسعر النفط، وسعر الإنتاج العراق أصلا خفض في هذا الشهر الماضي حسب تصريح سومو اليوم بسبب أنه يعني الالتزام باتفاقيات أوبيك بلس. من جهة أخرى هنالك بعض المتغيرات العالمية أيضا أدت إلى انخفاض سعر برميل النفط، ولو اليوم عند تحسن طفيفا لأنه غير، هذا يبعث على القلق أنه كيف يمكن للحكومة أن تنفذ خططها الطموحة في ظل هذا الانخفاض لسعر النفط وهذا التذبذب، لا سيما أن النفط هو الأساس للموازنة العامة والاقتصاد العراقي على وجه الخصوص. نعم، يعني هو المورد الرئيس لداخل العراق. هل ستتمكن الحكومة من تحقيق يعني الإصلاح الاقتصادي الذي يعد ربما تحدي ثابت وأيضا لإقرار النوايا وحسن النوايا من قبل الحكومة للشعب العراقي؟ بصراحة هذا يتوقف على الجانب السياسي. في حقيقة الأمر نرى من الحكومة خطوات جادة في اتجاهات معينة وكثيرة تخص الإصلاح الاقتصادي ومتابعة الفساد وإلى آخره، لكن الحقيقة أن المشوار صعب وليس هينا، لكن المهم أن تكون هنالك جدية. هنالك خطوات للحكومة تتسم بالجدية وتتسم بالمثابرة، أتمنى أن تستمر هذه الخطوات لأنه بدون مكافحة الفساد لا يمكن أيضا أن نتبنى أي خطة إصلاح سواء كانت إصلاحا اقتصاديا أو إصلاحا إداريا. إذا يعني الحكومة صح عليها مسؤوليات ضخمة، ولكن هي قررت أنه هي ستقود مرحلة الإصلاح، وهذا ما نتمنى أن نراه قريبا. نعم، هل تتوافقون مع حديث رئيس مجلس النواب لوفد غرفة التجارة الأمريكية أن كافة الظروف في العراق الآن مهيئة للعمل الاقتصادي؟ لا أعتقد هذا الشيء، لأنه ما زال هنالك قضية القوانين، نحن نحتاج إلى حزمة قوانين داعمة. هذه القوانين تتجاوز البيروقراطية وتسهل عملية قدوم مستثمرين أجانب وقدوم رأس المال الخاص أصلاً سواء كان عراقياً أم أجنبياً للاستثمار. لحد الآن البيروقراطية موجودة تعرقل الكثير من عمليات الاستثمار، وكما تعلمون البيروقراطية هي المناخ الدائم لنشوء الفساد، لذلك يجب أن تكون حزمة علاقات وقوانين متطورة لخدمة عملية الاستثمار أولاً، وعملية التحويل المصرفي، وعملية منح الإجازات الاستيرادية، ولا تنسوا قانون الملكية الفكرية الذي يضمن الاسم التجاري وأسماء المشروع. يعني في ظل استقبال المستثمرين الآن داخل السوق العراقي، برأيك ما هو الذي يلزم لتهيئة المناخ العراقي بصورة أكبر لجذب الاستثمارات؟ الاستثمارات الأجنبية ولا سيما الأمريكية لا تأتي إذا لم يكن هنالك يعني جو أمني ملائم، هذا أولا. والشيء الثاني أيضا أنه يجب أن تكون هنالك قوانين لحماية مصالحها الاستثمارية، بمعنى تكون هنالك حماية مصرفية، ائتمانات، شبكات تأمين وتأمين ودائع، وأن تكون هنالك أيضا حماية لأسماء المشاريع وأسماء الشركات.